صغير، حنبلش اليوم نشرح عن الاكتيفيتي دايجرام. هلا ايش؟ طبعا احنا تعرفنا على اكثر من دايجرام بالمحاضرات السابقه، زي اخذنا عن اليوز كيسز، اخذنا عن الكلاس دايجرام. هذا نوع من انواعه اسمه اكتيفيتي دايجرام. طبعا احنا كل نوع من الدايجرام لازم نعرف خصائصها، تمام؟ فاليوم رح نتعرف عن مين؟ عن الاكتيفيتي دايجرام. خلينا نشوف أول إشي الأوبجيكتيف إلها. رح ناخد مقدمة عن الأكتيفيتي دايجرامز، رح نعرف مفاهيم إيش يعني أكشن، إيش يعني أكتيفيتي. في عنا الكنترول فلو اللي هي اللي حتوصل من حالة لحالة، أو بسموها الإج، أوكي؟ يعني يا إج يا نفسها اسمها الكنترول فلو اللي حتوصل من حالة لحالة. عنا أربعة أو الكنترول، يعني الكنترول نود، العمليات الأساسية رح نتحكم فيها: الانيشيال، الفاينل، فاينل ديزيجن، الميرج، الفورك، والجوين. اوكي، كان في عندنا مصطلح اسمه سويم لانس، هذا رح نحكي عنه، ورح نحكي عن الكونتراكت ان اكتيفيتي دايجرام. خلينا نكمل هلا. حنبلش بالشرح يعني بشكل عام. رح نصير نحكي عن الاكتيفيتي دايجرام بهذا النوع، يعني حتكون هاي عندي الرسمه كامله. الانيشيال نوت هي نقطة البداية، معنات انيشيال هي البداية. رح نمشي بعدة خطوات لحتى نوصل عند مين؟ عند الفاينل. إذا شفتوا قبل شوي احنا حكينا الأنواع اللي هي انيشيال، فاينل، فاينل ديزيجن، إيش يعني ميرج، إيش يعني فورك، إيش يعني جوين. طيب، فإذا بتشوفوا هذه رسمة ملمة لجميع النقاط اللي احنا رح نحكي عنها. طبعا رح نحكي عنها هلأ شوية لقدام بالتفاصيل. كتير مهمة فكرة الفورك، الجوين، تمام، الاكتيفيتي فاينل، الميرج، الكنترول فولو. برجع بحكي اللي هي انه كيف توصلي من هاي الحاله لهاي الحاله، او بسموها الاتش. طبعا كل دائره هون او كل عمليه، اذا شايفين هاي المربعات اللي هي الاكتيفيتي او الاكشن، يعني الفانكشن ايش حيسوي، تمام؟ هاي عباره عن فانكشن. اوكي، هاي ايش تمثل بمربع او مستطيل؟ هذا ايش بسموه نود، ايش بسموه نود، يعني هاي نود، هاي عبارة عن نود. البرنت هون عبارة عن نود. اوكي، خلينا رح نحكي عنه بالتفاصيل. هلا الاكتيفيتي دايجرام ريبريزنت ذا دايناميك اوف ذا سيستم سب سيستم او يوز كيسز. الاكتيفيتي دايجرام هذا تعريفه هو عبارة عن نظام دايناميك، ممكن يمثل لك جزء كامل، نظام كامل او جزء من النظام، تمام؟ بيستخدمه انه بيحكي لك there are follow chart that are used to show the workflow of the system. إيش يعني workflow؟ workflow اللي هي طريقة العمل، يعني من أول خطوة، البداية، اللي بعدها شو راح يصير، لحتى النهاية. يعني بيمشي بهمه إيش workflow، طريقة العمل. يعني هون بيركز على البروسيسور أكتر. يعني مثلاً باليوز كيس دايجرام كنا نركز على اليوزر، مين اللي حيستخدم، لكن هون أنا بركز على مين؟ بركز على العمليات، على workflow. أوكي؟ طيب، في عندنا كتير مصطلحات. لما بحكي action قصدي فيها التاسك اللي هي المهمة اللي هي لازم أنا أسويها. يعني أنا مثلا الاكشن مطلوب مني أني أعمل log in، إيش هي الخطوات اللي حمشي فيها؟ كتيرة، بس الهدف من الactive diagram اللي هي إيش؟ أنه يعمل log in مثلا. فلما بحكي action يعني قصدي فيها التاسك المهمة. لما بحكي activity اللي هي مجموعة من الactions، يعني مثلا أنا عشان أعمل عملية log in لازم enter password، user name، then password، لازم نتحقق من العمليات وبعدين نسجل log in، تمام؟ أنا حكيت لك مجموعة من الأكشنز، هاي بسموها إيش؟ الأكتيفيتي. طبعاً الكنترول فلو اللي هي الانتراكشن between two nodes، يعني العملية التفاعل بين إيش؟ كل عمليتين، interaction، تفاعل بين two nodes. برجع بعيد، النودز عبارة عن function، أوكي؟ أو مهمة. of activity diagram اللي هي حتوصل لي بين نود والثانية. هلأ الكنترول نود، في عندي نود تتحكم زي الانيشيال نود، الفاينل نود، الفورك، الجوين، الميرج، ديزيجن. اوكي، هاي كلياتهم هاي الاسماء ايش يسموهم؟ كنترول نود. ايش يعني كنترول نود؟ يعني هي عبارة عن نود بتتحكم بالبرنامج. طبعا لما بحكي object هي نفسها instance، انتو عارفين انه معنى الانستانس اللي هو نفس الاوبجكت، اللي هو عبارة عن class او يعني object للclass، عبارة عن create، update للactivity، whatever. طبعا في مصطلح رح نحكي عنه كتير اسمه swim lan، swim lan a partition in activity diagram. هلا رح يوضح معنا بالصور اكتر. partition يعني جزء منه.
اوكي خلينا نشوف كيف. اوكي شوفوا علي، هلا احنا عندنا هون سوري، هلا احنا في عندنا هون الاكشن، تمام؟ كيف بنمثله؟ بنمثله بهذا الشكل. اوكي ايش هو الاكشن؟ بيحكي لك السمبل عباره عن شيء سمبل نون ديكومبوزبل بيس اوف بيهايفر، يعني ما بتقدر تقسميه، يعني هو اكشن شيء واحد، تمام؟ is led by the name، ودائما بنكتب فيه اسمه جوا، يعني انا هون جوا الشكل البيضه بحكتب ايش اسم الاكشن. الاكتيفيتي is used to present set of actions، يعني لما بحكي اكتيفيتي ايش هاي الاكتيفيتي؟ عباره مجموعه من الاكشن هذه، تمام؟ وكمان نفس الشيء بعملها ليبل بالاسم. اوكي كان بي تو كومبوزيت، يعني الاكتيفيتي بنقدر انه نقسمها، يعني مثلا ممكن احنا نسمي اكتيفيتي لوج ان، بس اللوج ان فيها اكثر من اكشن. ايش هم الاكشن اللي فيها؟ انتر يوزر نيم، انتر باسورد، والفيريفيكيشن، صح ولا لا؟ انه نتحقق انه اليوزر نيم والباسورد صحيحين. فهدول عباره ثلاثه، عباره عن ثلاثه اكشن. اوكي ممكن تفصلي كل واحد باكشن، او انه احنا في عندنا ممكن تسميهم اكتيفيتي واحده. فالاكشن ما بقدر اني افصلها، لكن الاكتيفيتي بقدر اني افصلهم. اوكي هلا ان اكتيفيتي اكشن ولا الاكتيفيتي كان ريبريزنت مانوال اور كمبيوترايزد بيهايفر، يعني انت ممكن ترسميهم رسم او تمثليهم عن طريق الكمبيوتر. should have a name the beginning with the verb and end with noun. طبعا احنا لما بدنا نيجي نسمي الاكشن او الاكتيفيتي لازم انه احنا نبلش اول اشي بالverb بعدين بالاسم، زي sent invoice make payment. اوكي بس خليني اوضح لكم اياها بطريقه افضل. انه انا مثلا في عندي هون، خليني احكي لكم كيف. يعني مثلا انا هون عملت لوج ان، ماشي هاي لوج ان، اوكي هاي لوج ان. طيب وبعدين انا اللوج ان بتنقسم، احنا حكينا لكم جزء؟ لثلاث اجزاء. هذا الجزء الاول اللي هو سوري أو بطل يكتب. طيب في عنا هون text. أوكي هلا إحنا مثلا في عنا هون اليوزر نيم، enter اليوزر نيم، تمام. أوكي هذا النص. وفي عنا كمان هون عنا enter الباسورد، تمام. وفي عندنا مين كمان؟ الفيريفيكيشن، عملية التحقق. اوكي اللي هي الفيريفيكيشن، عملية التحقق، تمام. هلا شوفوا عليه، هلا هاي اللي هون ايش بنسميها؟ هاي بنسميها اكتيفيتي، بس اللون مش واضح كتير. هاي بنسميها الاكتيفيتي. اوكي ليش اكتيفيتي؟ لانه بتتكون هي عباره عن مجموعه من، اكيد انتوا واضحه عندكم لانه بس بكتب بالقلم. هاي عباره عن اكتيفيتي. ليش اللوك ان كاكتيفيتي بقدر اقسمها لايش؟ لثلاث اشياء. هاي ايش بنسمي كل واحده فيها؟ عباره عن اكشن. هلا الاكشن انا ما بقدر اقسمه، اوكي انا الاكشن ما بقدر اقسمه، اوكي فعشان هيك هذا الاكشن شو بحكي لك؟ نون ديكومبوزيشن، لكن الاكتيفيتي ممكن تقسميها لاكثر من جزء، تمام صبايا؟ اذا عندكم اي سؤال واستفسار اسالوني عنه. اوكي فشوفي هلا مثلا، هلا في عندك مثلا كلين هاوس، ا كومبوزيت اكشن كان بي اوت اوف ا سب بروسيجر اور سب اكتيفيتي، يعني ممكن الاكتيفيتي او الاكشن يكون لها يعني اجزاء، يعني ممكن تتمثلين باكثر من جزء. مثلا كلين هاوس انظف البيت، اوكي بعدين كوك دينر واطبخ العشاء، يعني متتابعات ورا بعض. وي كان بريزنت سم بروسيجر يوزنج انذر اكتيفيتي دايجرام، يعني ممكن انه احنا اكثر من اكتيفيتي دايجرام نربطهم ببعض. كلين ليفينج هوم غرفه المعيشه، بعدين الباث روم انظف الحمام، بعدين البيدروم غرفه النوم، بعدين كلين المطبخ. اوكي هاي اكثر من اكتيفيتي مع بعض، تمام. وهي كمان يعتبروا ايش؟ اكتيفيتي. بس احنا شوفي الكلين هاوس هون، هون رجع ايش عمل فيهم؟ حكى عنهم بالتفاصيل اكثر. اوكي
طيب الكنترول فلو، يعني حكيت لك السهم اللي بربط بين الاكتيفيتي والثانية او بين الاكشن والثانية، ايش في سهم، هذا السهم ايش بسموه الايدج او الكنترول فلو، فهو ريبريزنت باي ارو اللي هو عبارة عن الاسهم عشان تربطي كونكتد اكتيفيتي دياجرام زي ما انت شايفون هنا. تمام. طيب في عندنا ايش الانيشال نود، الانيشال نود يا صبايا بتكون لونها بهذا اللون اسود، تمام زي ما انتم شايفين هون انيشال نود بتكون لونها اسود كتير، يعني هون نقطة البداية اللي هي بتبين ايش عندنا البيجينينج البداية. هلا الفاينل زي الانيشال بس حوالينها دائرة بيضة، فهي ايش يعني انه وصلنا لنقطة النهاية. ماشي فاينل اكتيفيتي نود. اوكي لمين بتنتهي، بتنتهي الاكتيفيتي نود is used to stop all control flow in activity or action. احنا هنا بنأشر عن activity معين او action خلصة، لكن لما بنشوف هذا ال x ماشي اللي هو flow final اوكي stop a specific path، هاي ايش تعني انه احنا وقفنا طريق معينة. تمام. وهاي ايش دائما عادة بيستخدموها بالبارلل او بالديزيجن، هاي هون ايش يعني هون انتهى النهاية، لكن هون انتهى الطريق. يعني مثلا انا عندي هون الرسمه، انا مشيت بالريسيف اوردر بعدين الفيل بعدين الشيب، انتهى هذا الطريق، لكن في خيارات ثانيه بس انا بحكي انه هذا الطريق خلص عديته، فهو ايش بحكي عن الباث نفسه انه الباث انتهى. راح نشوفها بامثله. طيب هلا في عندنا الديسيجن، الديسيجن يعني قرار، يعني انا بسال هون شايفين شكل المعين هون بسال زي اف اروح يمين ولا شمال، اذا كانت اف اكس اكبر من 5 روح، إذا ترو روح على اليمين، إذا فولس روح على الشمال. تمام. هذا هو الديزيجن. إذا هو عشان الديزيجن هو بحكي لك إنه في عندك كونديشن شرط وأنا بصير أسأل عنه، زي لما ما أحكي إنه F أكبر من 5 ولا F أقل من 5 فبدي أروح يا يمين يا شمال. هلأ الميرج عكس الديزيجن، الميرج إيش بتعمل، بتجمعهم بنقطة معينة، شوفي هذا السهم إجا وهذا وطلع من نقطة معينة، فدايما هذا الميرج إنه بتجمع الأسهم داخلة على الكونديشن، لكن بالديزيجن بتكون طالع منه. اوكي يعني هون دخل القرار وفصلته لاثنين، هون اثنين دخلوا بس طلع واحد منهم، هذا هو الميرج. طيب فخلينا نشوف، شوفوا عندي مثلا بهذا المثال، طبعا هاي هون الشعر الاسود، هاي هون البدايه، هاي ايش عباره عن النهايه. هلا عندي ريسيف اوردر استلمت الطلب، هلا الاوردر هذا ايش رح يصير له، يا اما انه رح ينرفض او انه رح ينقبل، هذا ايش يسمى ديزيجن. تمام. لكن شوفي هنا العملية سواء انقبل ولا رفض آخر إشي رح تنتهي العملية، هذا إيش اسمه ميرج، لأنه دخلوا على الشرط وطلعوا بواحد، لكن هون دخلت واحد وانفصلوا لاثنين فصار اسمه ديزيجن. عرفنا إيش الفرق بين الميرج والديزيجن. طيب هلأ في عندنا كمان مصطلح اسمه فورك وفي إشي اسمه جوين. هلأ إيش هو الفورك، بحكي لك الفورك اللي هو معناته سبليت، إيش يعني سبليت، إنه إحنا نفصل، يعني بيجي عندي أمر بفصله إلى عمليتين. تمام. ممكن هذا انه بارلل، انه مثلا عملتين اقسمهم انهم يتنفذوا بشكل بارلل او يعني انه مع بعض. وفي عندنا مثلا جوين، ايش الجوين، انه تيجي العمليتين سوا يتجمعوا عند نقطه معينه. تمام. هذا هو الجوين، فالفورك والجوين عكس بعض. طيب خلينا نشوف، شوفي مثلا عندنا هون هاي العمليه اجت بس انفصلت لثلاث عمليات، هذا ايش بسموه فورك. هلا شوفوا هون تجمعوا بنقطة معينة صاروا جوين، هون رجعوا كلياتهم تجمعوا بنقطة معينة ايش صار اسمه جوين، هاي الفرق بين الفورك والجوين. تمام. هلا في عنا الاوبجكت نود، هلا الاوبجكت نود ايش هذا الاوبجكت نود، is used to present object هي بترمز فيها الاوبجكت معين، is set object flow يعني connected to a set object flow، يعني object يعني اشي كائن او يعني ما بترمزي لفانكشن، ممكن لفايل او فاريبل، طبعا هي حتحكيها باسم الاسم. تمام. هلا بيحكي لك انه الاكتيفيتي اكشن تايب كان موديفاي او ترانسفورم اوبجكت، يعني مثلا انه هون زي هون سند انفويس ارسال الفاتوره، هون حط الانفويس رجع ذكر اسمها، يعني كانها بتمثل الداتا مو عمليه مو امر. تمام. هلا في عندنا هذا السهم المنقط شايفينه، هذا بسموه الاوبجكت فولو، اذا بده يطلع يعني الاوبجكت فيلو عشان ارسمهم، يعني عشان عشان ارسمه بينه وبين الاكتيفيتي، ايش بيكون الاسهم منقط، شايفين السهم هنا منقط وهنا منقط يعني ديسكريت غير متصل. تمام. طيب هلا رح نيجي على اشي اسمه سويم لانس، ايش هذا سويم لانس، طبعا احنا بنستخدمه
كأعمدة روز يعني صفوف وأعمدة عشان نقسم الاكتيفيتي دايجرام. لما يكون الاكتيفيتي دايجرام كتير كبير فإحنا بنحتاج إنه نقسمه عشان نفهمه أكتر. طبعا أنتوا بتعرفوا بالالجوريثم في عندنا مبدأ، لما بتكون مشكلتك كتير كبيرة بنروح بنقسمها لمشاكل صغيرة، تمام؟ بريك اب بنقسمها. فإحنا الاكتيفيتي دايجرام إذا كان كتير كبير رح نستخدم السويم لانس. شوف الرسم اللي عندي، يعني مثلا هذا السويم لانس واحد، هذا سويم لانس اثنين، هذا سويم لانس ثلاثة، هذا للكستمر اوكي، هذا للسيل، وهذا للستوك روم اوكي. فهذا الاكتيفيتي دايجرام هم كلهم مترابطين مع بعض، بس انا عشان اوضح الفكرة اكتر بس قسمته بشكل فيرتشوال عشان تسهل علي عملية القراءة أو عملية الديزاين. أوكي هلا إحنا لما بنعمل الأكتيفيتي ديجرام شو بيحكينا هون؟ you should fix the context and or a scope of the activity beginning model. يعني أنا لازم أعرف الكونتكست المحتوى عندي والمدى اللي أنا رح أرسم فيه ومن وين رح أبلش، يعني البداية. once you have determined this scope you should give the diagram an appropriate title. أهم شيء كمان لازم تسموا المسميات صح. يعني مثلا أنا هون السكوب، إنه إيش السكوب؟ رح أشتغل مع الكاستمر، مع السيلز المبيعات والزباين والستيك روم روم أوكي. فأنا محددت السكوب بتاعه. you must identify the activities control flow object flow occur between the activities. يعني أنا بحدد الأكتيفيتيز اللي هي العمليات وكيف يعني البدايات. يعني مثلا لازم يعمل مثلا في عندي نظام لتسجيل، يعني عشان تشيكوا على علاماتكم لازم اول عمليه اكتيفيتي اللي عمليه اللوج ان، بعدين انه الاكسس على الداتابيز انه مثلا ديسبلاي ريزلت. فلازم احنا نعرف ترتيب الاكتيفيتيز، مين الاكتيفيتي بالاول مين اللي بعدها، ونتحكم فيها بالاسهم بالفلوس اللي هي نفس الاسهم. you should identify any decision are that part of the process beginning model. يعني اذا في decision، decision اللي هي زي الشرط، if مثلا قيمة أكبر من صفر، أو إذا كانت log in، يعني أو مثلا ممكن تعمل decision إذا كان اليوزر نيم والباسورد صحيح اعمل log in، إذا كان واحد منهم غلط رح نروح بطريق ثاني رجع له false، يعني ما قدرت تدخل من النظام. you should attempt to identify any scenario for parallelism in the processor. يعني لازم تفترض إنه ممكن يصير سيناريو عندك هون parallel. إذا عندك أي نظام بيشتغل parallel فدائما بيختاروا له بالأغلب الactivity diagram. okay you should draw the active diagram. بعد ما نحدد كل هاي الخطوات الأربعة آخر إشي بنيجي بنرسم الـ activity diagram. أوكي طبعا هون عم أعطيكم case study. الـ case study بتحكي عن إنه طبعا لازم تطبقوا عليها فكرة الـ swim lanes إنه تقسموا شغلكم. بحكي هذا عن insurance website، إنه insurance اللي هي الفواتير نعمل له website to provide virtual insurance to car owner. يعني إحنا عندنا شركة سيارات وبدنا نصير نطلع لهم الفواتير. طبعا هون في عندك initial customers fills، يعني في عندنا fills out رح يكون في عندنا جزء للكاستمر اوكي، ورح نزوده بالinformation about the customer and vehicles اللي هي السيارات، يعني نزوده معلومات، يعني رح نزوده معلومات عن السيارات. هاي الinformation رح نرسلها عن طريق الagent اللي هو العميل اوكي، بأنواع متعددة. وطبعا رح يطلب من عندنا insurance companies. انتوا بتعرفوا شركات السيارة في عندهم اكتر من نوع من السيارات، وهنا بحكي لك التسعيرة كمان، يعني انه سعر هاي السيارات. when the quotes are received انه هو مجرد ما عرف التسعيرة the agent determined best quote to decide with the customer، يعني بنصحه باحسن سيارة او باحسن نوع. and send the customer a copy of insurance quota. رح يبعت له نسخة من هاي الكوتا او من هاي التسعيره لهاي السياره. يعني احنا رح نعمل ديزاين لسيستم كيف نعمل اوردر طلب لسياره. اوكي صبايا احنا هذا رح نقراه، يعني احنا رح نحله سوا ان شاء الله انا وياكو. فايش بحكي لك؟ اد كورس ادمنستريشن ديبارتمنت ستودنت. هاي كيس ستدي ثاني بتحكي عن الكورس ادمنستريشن. اوكي ديزاين اكتيفيتي ديجرام فور ذا فولوينج ستيتمنت. يعني هو بيحكي لك النظام وانت فكري فيه عشان ترسمي ايش الاكتيفيتي ديجرام. ات كورس ادمنستريشن ديبارتمنت في عندنا ستودنتس ميت ريكويست ريجستريشن كورس. عندنا طالب بده يسجل كورس، اول اشي حيطلب عمليه التسجيل، بعدين رح يصير في عندنا فور نوليدج، يعني حسب انه الكورسات السابقه الستودنت لازم ايش يسجل. طبعا لازم نعمل تشيك على السيستم اوكي.
كمان انه تشيك ويذر ذا كورس از فول ولا لا، لازم نشيك اذا الكورس كان القاعه ممتلئه ولا لا، لانه اذا هو ما بيقدر يسجل اذا كان الكورس مسكر، انه مثلا حقق انه مثلا بالشعبه 30 طالب. If the foreknowledge of the student is okay and the course is not full، إذا هو مسموح لسجل هذا الكورس والقاعة مش يعني مليانة بيقدر يسجل بنجاح، غير هيك معناته إنه رح يكون في عنده حالة خاصة. أوكي، ممكن أنتوا تقترحوا أي حلول ثانية، أو إنه بحكي لك ممكن يكون في عنده special regularization، يعني ممكن يكون في عنده إشي حالة خاصة بعملية التسجيل. رح نشوف التو كيس ستادي يا صبايا ونحلهم سوا.